الآن في سؤال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، ونحن الآن ما نقول يعني في بقعة معينة لكن في أكثر البلدان الإسلامية في تشبه. واللي أثار هذا السؤال في يوم من الأيام أخ لنا من المسلمين لبس كوت يعني كوت قصير على ثوب، وقال يا أخي المسلم يعني جفيت قال يا أخي المسلم أنت تشبه بأعداء الإسلام، وقال سبحان الله أنا لبست ثوب ولبست عليه هذا الجكيت، فما بالك بالذي يلبس البنطلون والجاكيت والكرافتة؟ قال هذا متشبه كليا لكن أنت قاربت من التشبه، فنريد هل هذا المتشبه هذا اللباس الذي يلبس الآن هل معناته أن خرجوا من ملة الإسلام أو تشبهوا بالأعداء فهم من الأعداء؟ وضح لنا هذا الحديث مع العلم أن المسلمين الآن واقعين في هذه المشكلة. نعم بارك الله فيك. من تشبه بقوم من تشبه بقوم فهو منهم لا يعني أنه خرج من دائرة الإسلام. الحمد لله. وهناك أحاديث كثيرة جاءت على هذه الوتيرة وعلى هذه الطريقة، مثلا ليس منا من غش أو من غش فليس منا، ليس منا من رمانا في الليل، كثير من أحاديث أوردها الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار ثم فسرها على أن المقصود بمثل هذا التعبير أنه ليس على هدينا وعلى طريقتنا، ولا يعني أنه كفر وارتد عن دينه والعياذ بالله تعالى. هذا أولا. ثانيا التشبه درجات من حيث قوة ظاهرة التشبه، فكلما كانت ظاهرة التشبه قوية جرية كان محرما، وكلما ضعفت هذه الظاهرة كان بعيدا عن التحريم، يدور بين الإباحة والكراهة بين الإباحة والكراهة. لنضرب على ذلك بعض الأمثلة. المسلم الذي يتقبع يلبس البرنيطة القبعة، هذا وضع شعار الكفر وغطاء الكفر على رأسه، فهذا من التشبه المحرم. لكنه يعقد الطوق على يضع الطوق على عنقه وهو ما يسمى بجرافيت. هذا في التشبه قريب من البرنيطة لكن ليس كالبرنيطة، لأن البرنيطة غطاء، يعني من يراه يقول هذا جورج أو أنطونيوس أو ما شابه ذلك، فهو لا يخطر في باله أن يلقاه بالسلام سلام المسلمين. الثاني قريب منه، وهكذا الذي يلبس البنطلون هو كالذي يضع الجرافيت هنا في العنق، وأسوأ من ناحية لا من ناحية التشبه فقط وأن من ناحية أنه يحجم العورة خاصة حينما يركع ويسجد، وهذا لا يجوز بطبيعة الحال. لكن نأتي الآن إلى الجاكيت. الجاكيت هذا وحده لا يلقي في بال من يلبسه أن هذا متشبه بالكفار، لأن كما قلت أنت عن ذاك الرجل هو لابس القميص هذا وفوقه جاكيت. الجاكيت فيما يبدو لي هو كالحذاء كالنعل الذي يلبسه اليوم كثير من الناس غير شاع
شاروخ أو صندل ما أدري ماذا تسمونه. لا مداز شبشب. الحذاء هذا الأوروبي إيش يسمونه؟ اللي له رماح اللي هو الكندرة جزمة يعني. نحن الجزمة نسميها بيكون طويلة إلى هنا. أما هذا الحذاء الذي إلى هنا هو إنه مربط هنا. هذا كندرة اللي شو المدرسة الآن يدرسوا فيها. كندرة هذا لباس أوروبي، لكن لما يلبسه واحدنا اليوم ما يظهر علي أنه متشبه بالأوروبيين. ومن هنا يستقيم فهم حديث المغيرة بن شعبة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، لما أصبح الصباح خرج معه لقضاء الحاجة، وكان قد لبس جبة رومية ضيقة الكمين، فلما أراد أن يتوضأ وأن يشمر ما استطاع لضيقها، فأخرج يده عليه السلام من كمه وصب الماء عليه المغيرة بن شعبة فوضأ، وكان لابسا كفيه، أهم المغيرة بأن ينزعهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال العلماء أن الرسول عليه السلام في لبس الجبة هذه الرومية ذلك لأنه كان لباسا عاما ولم يكن زيا خاصا بالروم يومئذ، ولذلك لبس الرسول عليه السلام هذه الجبة. ولا بد من هذا التفصيل، وهذا مذكور بتفصيل جيد جدا في كتب الحنفية، حيث يقولون الثوب إذا كان من خصوصات الكفار فلبس المسلمين له حرام، وإذا بدأ ينتشر ويلبسه المسلمون فحينئذ يصبح مكروها. فإذا صار شيئا عاما لا فرق بين المسلم وبين الكافر فيصبح شيئا مباحا كالجبة التي لبسها الرسول عليه السلام. فيجب أن نلاحظ هذا التفريق، كلما كانت ظاهرة التشبه في المسلم قوية كلما كان الحكم قريبا من الحرمة أو هو في الحرمة واقع لا مناص، كلما خف التشبه خفت الحرمة. فإذا عم المسلمين التشبه هذا إذا عم بحيث أنه صار بالنسبة للصالحين والطالعين حينئذ يأخذ حكم الإباحة. وهذا مثال، تعرفون ما يسمى في بلاد دمشق وغيرها طربوش، طربوش الأحمر هذا، نعم اللي فيه كده هذا لباس أصله روماني من رومانيا، لما غزوا الأتراك ذيك البلاد وافتتحوها وعاشوا معهم تأثروا بلباس الطربوش، فانتقل الطربوش إلى الأتراك، من الأتراك إلى العرب إلى آخره، وعم إلى الآن النصارى في لبنان يتطربشون يلبسون الطربوش، وهو في الأصل أخذوه من أتراك المسلمين حيث كانوا يحكمون لبنان، والأتراك في الأصل أخذوه من الرومان، يعني هم كفار من النصارى كما تعلمون. والعلماء يقولون الأمر إذا عم سفر عموم البلوى. شاهد هذا مثال من واقع المسلمين اليوم، إذا رأيت مسلما متطربشا لا تطر في بالك أن هذا متشبه
للرومان، لأن الرومان لم يعودوا يلبسون هذا اللباس. لذلك هذا التفصيل هو تفصيل فقهي دقيق ويؤدي إلى فهم الحكم الشرعي بدون تطرف، لا إفراط ولا تفريط، وإلا سيقول جاهل أن الرسول تشبه بالروم لأن لما لبس الجبة الرومية، حاشا، لكن هذا لباس عام كان يشمل العرب ويشمل الروم أيضا في ذلك الزمان، فلبس الرسول عليه السلام هذا اللباس وليس فيه ظاهرة تشبه. صلى الله عليه وسلم. يلا بقي معكم.